النجوم وفي مباراة مهمة كما قلت ربع نهائي كأس الأمير، نتمنى نشوف أهداف ونشوف المستوى الجيد إن شاء الله. مبارك الحكم السمري مشاري الشمري، فكل التوفيق لطاقم التحكيم. دائما في هذه المواجهة كل شيء يكون مثالي، ننتظر فقط الأهداف. مباراة ممتعة مبارك. أكيد بتكون ممتعة، العربي وتحيل بتكون ممتعة. ونتمنى أول مرة يتقابلون في كأس أمير قطر، ونتمنى للحكام التوفيق في هذه المباراة. نعم عبد العزيز، في هذه المواجهة هل يدخل فريقين في حذر في البداية؟ أنا هل أتوقع أن يكون هناك حذر، لأن أي خطأ من بداية المباراة من الصعب على الفريق الآخر بأن يعوض. الوقت قصير للغاية، ولكن بكل تأكيد سنستمتع بأسماء هجومية، خصوصا تواجد فيراتي ورافينيا، تواجد كوتينيو على الجهة المقابلة. شكرا لمحلل قناة تي سبورت، شكرا عبد العزيز السليطي، شكرا يوسف شيبو، شكرا مبارك مصطفى. أما الآن مشاهدينا الكرام، ننتقل معكم إلى استاد الجنوب لمتابعة أحداث ومجريات قمة في ربع نهائي كأس أمير قطر، تجمع الحي والعربي بصوت الزميل عامر الخضيري. عامر مساء الخير، تفضل لك الكلمة بالوصف والتعليق. مساء الخير لك زميلي مشاري، مساء الخير للكباتن هناك في الاستوديو. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في كل مكان. الموقع المنتظر، موقعة الطوفان والأحلام في ربع نهائي أغلى الكؤوس، طوفان التحيل وأحلام العربي، واحدة من المواجهات المهمة، واحدة من المباريات المنتظرة هذا المساء في بطولة كأس أمير دولة قطر، في هذا الدور الحاسم، في دور ربع النهائي من هذه البطولة الكبيرة هنا النادي العربي، الفريق الكبير هنا حامل اللقب يا سادة، الفريق الذي يريد أن يعبر، والفريق الذي يريد الانتصار ولا غير ذلك هنا، بعد أن فاز في النسخة الماضية على حساب نادي السد بثلاثية مقابل لا شيء يومها في تلك المباراة على أرضية استاد أحمد بن علي. اليوم المباراة تلعب في استاد الجنوب، وهو هذا الملعب الذي حمل فيه سلطان البرينك، هناك يوسف أيمن، هناك لوكاس البرازيلي، وهناك إبراهيم قادر، إبراهيم ديالو، كريم بوضيف، المؤسس علي، فيليب كوتيني، وهناك إسماعيل محمد في الأمام، مايكل أولونغا هناك في خط المقدمة بالنسبة لنادي التحيل. الفريقين في بطولة كأس الأمير في أغلى البطولات المحلية، مر هنا العربي للأمام، الإمساك ليعبر، يتقدم بفرصة خطيرة، المحاولة، الله الله، أحلام العربي تعبر طوفان، تعبر منذ اللحظات الأولى، تصل منذ اللحظات الأولى وتعلن الفرح، تنشر الفرح، تنشر السعادة في كل مكان في استاد الجنوب وفي كل مكان. يا الله، على ضربة وعلى كرة، على محاولة وصلت، لكن يا يوسف يا المساكني، هل كانت في اللقطة الماضية؟ يتقدم من الجهة اليسرى، يعود للوراء، المعز هنا بكرة لصالح نادي التحيل، وصلت للمعز العرضية، المرسل، الله الله، سريعا عبر إلى المباراة، يعود إلى المباراة، يسجل التعادل في قمة الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمير. يا الله، من اليسار مر هنا سلطان، عبر إلى المعز، وبعد ذلك تناوبوا عليها المعز والسلطان، وبعد ذلك العرضية، المعز إلى سلطان، ثم سلطان إلى المعز، ثم العرضية المرسلة، ثم الرأسية، وبعد من المعطيات التي ستراعى خلال اللحظات القادمة. هنا يوسف بر، يوسف عبر، يوسف 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 يوسف، الله الله، هذا جنون، هذا لا يحتمل، هذا لا يطاق، ما هذا يا عربي، ما هذا يا كتيبة الأحلام، يا الله، أحلامنا اليوم أكبر من ذي قبل، أحلامنا اليوم أكبر وأعمق من ذي قبل يا عربي، هكذا تقول الجماهير العربوية، هكذا تقول كتيبة العربي، هكذا تتحدث كتيبة العربي، هكذا يتحدث يوسف
المساكني بهدف الموسم، بهدف الموسم في الملاعب القطرية، هدف الموسم يسجل الآن بضربة الموسم وبكرة الموسم. يتواجد وعندما يحضر بتركيز الكبير وعندما يقرأ تفاصيل الصغيرة المبهمة الغائبة عن الجميع، ويكون هو من يقرأ ذلك ومن يتصور المشهد قبل حدوث هذا أمر. هذا أمر يدل على ذكاء هذا اللاعب. عندما شاهد حارس المرمى وصلت عن طريقها المتقدم من أقصى اليمين هذه كرة للأمام، هنا التعادل 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 بعرضية التعادل. يا الله أوه على أولونغا، ماذا أهدر، ماذا أضاع، ماذا أهدر في اللقطة الماضية في الكرة الأخيرة، كرة التعادل، ضربة التعادل لطوفان، ضربة التعادل لنادي الدحيل، لكنها ضاعت ومرت، تأخر قليلا وبعد ذلك ذهبت الكرة يا المساكني. لاحظ هنا الكرة، بل هنا الكرة عادت هنا بل وصلت وبعد ذلك الكرة، هذا هدف المباراة الأول، ضربة المباراة الأولى، تسديد على اليسار مر بها على اليسار، هنا وضع الكرة وبالتالي معلنا عن عبور الأحلام وعن عبور هذه الأحلام. هنا قرار حكم المباراة وتأكيد على صحة الهدف والفرحة هنا من جانب يوسف المساري. يلعب الكرة للأمام، خطير هذه المحاولة للأمام، هذه ملعوبة للأمام، عمر عمر السومة في كرة، الله 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 يا إلهي على الكرة، كيف ضاعت يا عمر، كيف مرت يا عمر، مر بشكل مذهل، مر بشكل مذهل بصراحة في اللقطة الماضية، عبر من الأول وبعد ذلك مر ثم فتح زاوية التصويب، ولكن وين يا عمر، وين يسوم الكرة الماضية بذكرى فوزة، بذكرى فوزة إلا طبعا بالذكرى الأولى لفوزه بلقب بطولة كأس أمير دولة قطر خلال الساعات. كريم بوضيف، كريم لنادي الدحيل، يا سلام الله على كرة بينية رائعة من اليسار، هنا العرضية وهنا التسديد، ربما تأتي هي كذلك ولكن إلى خارج أرضية الملعب، هي إلى خارج أرضية الملعب عن طريق اللاعب إبراهيم ديالو في اللقطة الأخيرة وفي المحاولة الماضية وبالتالي ذهبت بأمامية، وصلت إلى يوسف المساكني، محاولة المرور، محاولة العبور، هنا العرضية التي ترسل ولكن طالت. إلى انطلاقة مواجهات ربع نهائي أغلى الكؤوس، تحدي الكبار يبدأ الليلة. لاحظ العرضية الرائعة للمعز بالمقاس من جانب المعز، بالمقاس من جانب المعز، وأولونغا براسية محكمة سكنت المرمى، تابعها وسيم قاسم. المكفوفين وضعاف البصر، المكفوفين وضعاف البصر للاستماع لخدمة التعليق السمعي كما تعلم. هنا كرة للأمام، خطير هذه المحاولة، خطير التعادل، التعادل ربما المعز الآن بكرة، تسديدة تأتي، الله الله الله، وإن تأخر طوفان لا بد من عودة، لا بد من عودة، وإن تأخر نادي الدحيل فهو يعرف العودة جيدا، فهو من أكثر من أكثر من أتقن العودة وأكثر من خاض وعرف هذا الشعور، يسجل الآن هدف التعادل في مرمى العربي في هذه المباراة، بل في هذه القمة، يا ساتر على كرة، بل وعلى مباراة تأتي بهذه الغزارة من الأهداف. الوصول لأولونغا عبرت إلى المعز، إلى القائد، من يرى بأن الأكثر أكثر من يطالب بالعودة، سدد بهذه الصورة، وصلت إلى كوتينيو، تابعها في المرمى، يسجل التعادل لصالح نادي الدحيل، لمصلحة نادي الدحيل. هذه كرة للأمام، حظا على كرته بشكل ممتاز، ثم قطع هذه الكرة، ثم صافرة موجودة، صافرة موجودة في اللقطة الأخيرة، وخطأ، خطأ هنا في هذه اللقطة ليوسف المساكني في كرة أمامية، المحاولة ثم الوصول، عودة بعد ذلك وصافرة موجودة، وقرار هنا يأتي من جانبي حكم وقاضي هذه المباراة. إذن خطأ موجود، لاحظ هذه الكرة، هذه الكرة وهذه المحاولة التي كريم يتقدم، كريم هنا في كرة وصلت عن طريق إبراهيم قادر لنادي الدحيل، هنا العرضية الخطيرة بالرأس، الله يا لها من راسية، يا لها من راسية، كرة قريبة ولكن إلى خارج أرضية الملعب، هو أولونغا صاحب الخطر الأول، أولونغا صاحب الخطر الأول، ولكن هناك جاسم الهيل غير مسار الكرة، ذهبت إلى التي كلفتنا كثيرا هذا الموسم، سلطان البريك إلى المعز من اليسار، المعز في محاولة بعد ذلك العودة، ثم هناك تسديدة، يا الله حلوة الكرة الماضية، جميلة الكرة الماضية، قريبة يا المعز، ذهبت إلى خارج أرضية الملعب في اللقطة وفي المحاولة الأخيرة إلى ركلة مرمى لصالح النادي العربي، قوية قوية للغاية ولكنها إلى خارج أرضية الملعب.
الجماهير هنا تشجع ولن. لذلك نتوقع أن تكون مباراة مثيرة ومتكافية، وهو إلى حد هذه اللحظة محقا في ذلك، فهي متكافية، غزيرة الأهداف، غزيرة الأهداف، كثيرة الأهداف. الله، أوه، على كرة في القائم الأيسر الذي عارض رغبة التحيل، عارض رغبة التحيل في الكرة الأخيرة. ديالو، تقدم من جانب ديالو للأمام، مر هنا ديالو، عبر ديالو، يتقدم ديالو في محاولة تسديد، ولكن هناك جاسم الهيل في المكان المناسب، جاسم الهيل في المكان المناسب لصالح، لكن الكرة تعاد طريقية فيراتي بشكل ممتاز لألكانتارا، سقط أرضا، وهناك خطأ ومخالفة، خطأ ومخالفة لصالح نادي النادي العربي. ذهابا يا سادة، مباراة الذهاب، لاحظ هنا الإعادة للهدف المسجل عن طريق يوسف المساكني من مسافة 38 متر، من مسافة 38 متر سجل هذه الكرة وهذه المحاولة في اللقطة الأخيرة وفي الكرة الماضية. إذن هدف، محاولة أمامية، يلعب الكرة لكوتينيو، لكن هناك مقطوعة، يوسف عبر بكرة للأمام، تقدم يوسف المساكني، ديالو والخطأ، ديالو والخطأ هنا، إبراهيم ديالو يرتكب خطأ تكتيكي فيه الكثير من الذكاء. لاحظ هنا يوسف المساكني، خبرة، تجربة، أيضا تحصل على الكرة، وبعد ذلك عبدو النادي الاتحيل، وبالتالي هذا أمر سيكون خطير جدا. كرة ملعوبة للثالث، لا والله، هذه إعادة الهدف الثالث يبدو لي. نعم، المعز، تسديدة بعد ذلك عادت من ديالو، وصلت إلى كوتينيو، سجل هدفا رائعا، سجل هدفا رائعا في اللقطة الأخيرة وفي المحاولة الماضية. نعم، تعادل لكوتينيو وتعادل لنادي الاتحيل الذي عاد للمباراة. تصل من أقصى الجهة اليمنى لإسماعيل، محاولة للأمام مرة أخرى هنا بعرضية، ثم بعد ذلك الكرة وصلت إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب، طالت على أولونغا محمد أو هذا مشاري الشمري حكم هذه المباراة. كانت هناك مطالبات بوجود خطأ وبوجود مخالفة، ولكن بعد ذلك الكرة ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. هل كان تيمو يرسل كرة لعلاء الدين؟ بل هذا جاسم جابر الظهير الأيمن، هنا كرة أمامية خطيرة ليوسف المساكني في محاولة، يوسف للأمام، الله 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 الله، على كرة ملعوبة، يا الله، يا لها من فرصة ضاعها علاء الدين محمد. غريب هذه الكرة، غريبة للغاية، لكن لاحظ يوسف المساكني، الله يا يوسف، لو على أنا بعمر السومة. كرة إذن للأمام في وسط الملعب، وصلت هذه المحاولة للأمام، الآن تصل هذه الكرة، وهناك بعد ذلك خطأ موجود ومخالفة لصالح إسماعيل محمد، لكن نادي الاتحاد عادت، وهناك الصافرة، أم ماذا؟ صافرة تأتي، وهنا حكم المباراة مشاهدينا متابعينا يطلق صافرة معلنة نهاية الشوط الأول المثير، أول أشواط، أول مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمير دولة قطر بين العربي والتحيل، ينتهي بالتعادل الإيجابي بهدفين لهدفين في شوط مثير وفي شوط رائع هنا. وبالتالي مشاهدينا، استراحة قصيرة، الكلمة ستعود فيها للزميل العزيز مشاري الخزيم والكباتن هناك في الاستوديو التحليلي، فإلى هناك أحمد فتحي وماركو فيراتي، هذا ما أتوقع بالفعل. أحمد محمد علاء لصالح النادي العربي من الجهة اليسرى، طويلة هذه الكرة للأمام، الآن هذه المحاولة من الجهة اليسرى، خطيرة هنا، يا لها من كرة قريبة للغاية من جانب النادي العربي الذي يعاود الوصول مرة أخرى، يقترب هنا مشاهدين الكرام في اللقطة الماضية من إحراز هدف المباراة الثالث، وبعد ذلك تتبدل كل الأمور وتتغير كل المعطيات. لدينا كرة أمامية هنا، الثالث، الله، تسلل على عمر، أم ماذا؟ على عمر السومي، بالفعل يبدو لي أن هناك التسلل الموجود في اللقطة الماضية وفي الكرة الأخيرة على عمر السومي، كرة بالنسبة للنادي العربي. يبدأ شوط المباراة الثاني بالكثير من الإثارة بالصراحة، وبالتالي هذه كرة جانبية في هذا الوقت. لدينا إذن كرة من جديد، تسديدة، ولكن أيضا صافرة موجودة،
صافرة موجودة في هذا التوقيت، موقعة الطوفان والأحلام في ربع نهائي أغلب. وصلت إلى إسماعيل محمد، إسماعيل هنا في كرة داخل منطقة الجزاء، خطيرة هذه المحاولة بالرأس، العودة بعد ذلك مرة أخرى داخل منطقة الجزاء، خطيرة خطيرة لنادي الطحيل، قريبة لنادي الطحيل، لوكاس البرازيلي كان قريبا، البرازيلي كان قريبا من إحراز الهدف، ولكن الكرة مرت. كريستوف غالتي على أعصابه، على أعصابه يريد العبور، على أعصابه يريد المرور، على أعصابه يريد أن يتخطى بطل بطولة كأس الأمير في الموسم الماضي. سترسل من هذا المكان داخل منطقة الجزاء هنا بالرأس، خطير هذه الكرة أولونغا، وبعد ذلك عادت لمحمد علاء لحارس المرمى جاسم الهيل الذي وصل إلى الكرة، وبالتالي سيلعب معها الكرة القادمة لصالح النادي العربي في هذه الكبير المستمر، الصراع الكبير المستمر في هذه المواجهة. الدحيل هنا كرة مرعوبة من أجل الثالث، طوفان الدحيل لا يتوقف، لا يتوقف، يبحث عن المرور، يبحث عن العبور، يبحث عن التأهل إلى ربع إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمير. يجب أن يمر من هذا المكان الطوفان الذي يمر هنا، بل ويعبر هنا، بل ويمضي هنا، بل ويسير هنا. يا الله، من الجهة اليمنى على الطريق إسماعيل إلى كوتينيو، الله يا كوتينيو، تمريرة اختصرت كل شيء، تمريرة اختصرت كل شيء، تمريرة كوتينيو الرائعة بل المذهلة بل المميزة التي أوصلت للدحيل، أوصلت الطوفان إلى المرمى وأوصلت. يبدو أن بطل النسخة الماضية سيغادر من الدور ربع النهائي بهذه النتيجة، سيغادر بهذه النتيجة، سيودع بهذه النتيجة، سيخرج من بطولة كأس أمير دولة قطر بعد في دولة قطر. الزعيم الكبير الذي عندما يصل وعينما حينما يصل إلى المشهد الختامي لا يتراجع. كرة مرعوبة خطيرة، خطيرة هنا الآن، تسديد ولكن إلى خارج أرضية الملعب. العربي لن يتراجع، العربي لن يتراجع، فريق الأحلام لن يتراجع، كتيبة الأحلام ستفتش عن أحلامها، ستفتش عن أمانيها. أمامية تصل بعد ذلك من الجهة اليسرى، أمامية هذه محاولة، ثم الوصول، ثم الرابع، ثم الرابع، ثم الرابع، ثم الرابع، قد يأتي. الله الله على كرة، الله على محاولة. كوتينيو يا كوتينيو يا كوتينيو، ليلة من ليالي البارسا، ليلة من ليالي ريتسا ليفربول، ليلة من ليالي الأيام الجميلة. يا كوتينيو، يا فيليب، يا كوتينيو، اللاعب الذي يعتبر هو الأفضل. ما الذي فعل كوتينيو؟ يا سلام، تمريرة اختصرت كل شيء. لكن شاهد معي، شاهد معي الكرة وسوء الرقابة لوسيم قادري. وسيم قادري في اللقطة الماضية كل نظرة كان على الكرة، مع أن الكرة كانت تبحث عن اللاعب، عن الزميل الذي وفقا على تحركه. كرة هنا قادمة، محاولة هنا قادمة، سترسل لصالح نادي الطحيل عن طريق كوتينيو. كوتينيو من هذا المكان، كوتينيو يأتي بكرة ولكن بعيدة، بعيدة من كوتينيو، ذهبت إلى خارج أرضية الملعب، ذهبت إلى ركلة مرمى لصالح النادي العربي. لا شك في أنها واحدة من أجمل مباريات كوتينيو. من الغرافة كرة لمصلحة النادي العربي، خطيرة في هذه اللحظات، محمد علاء والعرضية الخطيرة ولكنها تبعد. يا لها من لحظات صعبة، كرة مرعوبة للهلال هنا، العرضية الرائعة، الله الله، يا سلام على كرة، على كرة وعلى روعة كرة، ولكنها مرت، عادت لي سلطان لبريك. سلطان من الجهة اليسرى يمر من اليسار، وبعد بطولة كأس أمير دولة قطر، كرة مرعوبة خطيرة 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 للأمام، لا يزال المحاولة، لا تزال الحظوظ العربوية، خطيرة هذه المحاولة. يا الله يا الله، على كرة فتحي، على كرة فتح التي كان يريد من خلالها أن يأتي بسيناريو المساكني، ولكنها ذهبت. فالفتح في هذه المواقف ليس بذكرى الحضور المذهل في نهائي كأس الأمير الموسم الماضي. عمر السومة، السومة، الله الله يا الله، لا يزال هنا العمل العرباوي، الفرصة العرباوية، السومة، يا سلام،
شاطر على كرة، يا إلهي على كرة مرت، على كرة مضت، على كرة إلى خارج أرضية الملعب. قذائف السومة، قذائف السومة، كرة أولى، بعد ذلك كان الإبعاد، ومن ثم حارس المرمى، ثم وصلت إلى ديالو، ديالو الذي لعب العرضية، وبعد ذلك ارتدت السومة وتسديدتها ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. سلامات 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 ليصادم لصالح نادي الاتحيل من خلاله ربما الهدف الرابع. هنا الكرة بالرأس ولكن إلى خارج أرضية الملعب لوكاس. هذا الدقائق لا تعني شيء، لا تعني شيء، فهي فترة قصيرة، فهي فترة قصيرة من الزمن، قصيرة من الزمن هنا لمن يريد العودة، وطويلة لمن يريد تفاديها. كرة سهلة لصلاح زكريا حارس صالحي، لصالح النادي العربي. كرة مرعوبة ليوسف المساكني، تسديد، ولكن وين وين هذه الكرة يا يوسف؟ إلى خارج أرضية الملعب. أضاع العربي بعض الفرص، أضاع العربي بعض الفرص، أهدر العربي بعض الكرات المحلية، إلى جانب أنها تؤهل مباشرة في حالة العبور اليوم إلى الفرصة للفوز في الدور القادم وللتواجد في الدور القادم لمواجهة إما الوكرة أو السد، وبعد ذلك خوض مباراة الدور نصف النهائي، وبعد ذلك مرعوبة في اليسار عن طريق عبدو أديالو. هذه العرضية خطيرة للتعادل، للتعادل، للتعادل للنادي العربي، للتعادل لعمر السومة. يا الله، فيراتي، فيراتي بكرة أمامية داخل المنطقة. الله يا إلهي يا وسيم، يا إلهي يا وسيم، والصافرة وصلت. يبدو أن بطل بطولة كأس الأمير ودع هنا من الدور ربع النهائي ليعبر نادي الاتحيل الذي عبر في طوال المرات الماضية، المرة الوحيدة الذي فشل فيها من العبور في بطولة إلى دور نصف النهائي كانت في النسخة الماضية عندما توقف في هذا الدور. إذن مبروك للاتحيل ولكل أنصاره ولكل عشاق الوصول إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس أمير دولة قطر على حساب النادي العربي بعد فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة جدا جمعت بين الفريقين هنا من استاد الجنوب، من استاد الجنوب، في مباراة عبر فيها الطوفان أحلام العربي. كلمة مشاهدينا متابعينا تعود بالصوت والصورة للزميل العزيز مشاري الخزيم والكباتن هناك في الاستوديو التحليلي.